السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ عساكم طيبين عساكم بخير. أنا ما زلت أدري وش أجدكم اليوم فيديو جديد. طبعا هذا الفيديو هيكون الجزء الثاني من سلسلة يوميات طالب في الثانوية العامة. أشارك في هذه السلسلة يومياتي كطالب يذاكر في الثانوية العامة، كان مقبل على اختبارات نهائية أو اختبارات شهرية. هذا الفيديو هيكون أنا مقبل على اختبارات نهائية، راح تكون كلها أسبوعين تيجي اختبارات نهائية. حبيت أصور هذا الفيديو كيوميات كيف كنت أذاكر اختبارات نهائية، وإن شاء الله تستفيدوا أنتم كمان ويجيكم حماس. المقصود من هذا الفيديو انه اذا انت كان الشغف عندك رايح، اتمنى بعد هذا الفيديو يرجع لك، واتمنى انك تقوم وتبذل مجهود وتذاكر. انا هذا اللي انا بحاول اوصله لكم، وشكرا على الدعم سواء كان حلو كذا. عموما انا راضي، خلاص ما باقي شيء، نطلع 4000 مشترك. لا تنسوا تحطون هذا. ايش هذا؟ طيب الحين انا قلت ما بقى شيء على 4000 مشترك، وقلت لا تنصروا تحطون هذا. طيب ليش مفروض اللي هو هذا الاحمر؟ طب عموما ليتس جو على الفيديو. اوكي، رجعت لكم مره جديد. المهم الان راح ابدا المذاكره، طبعا تقريبا الساعه 9 الصبح، واحب استمع في البدايه كذا ايات من القران الكريم، لكن باني اصور بالهاتف او الجوال فما اقدر اصور بالقران الكريم. عموما راح نبدا اول شيء بالمذاكره. طبعا المذاكره راح تكون عباره عن 45 دقيقه مذاكره وربع ساعه راحه. تقول لي ليش ما استخدمت طريقه بومودورو في المذاكره؟ بقول لك اني طفشت منها مره، حبيت اني اغير، فقلت بذاكر 45 دقيقه مذاكره بجهد، وراح نخلي ربع ساعة راحة، واحاول 45 دقيقة البداية هذه تكون قراءة للدرس او توعية للدرس وفهم للدرس زي ما قلت لكم من طرق المذاكرة. بعدين نبدأ بال 45 الثانية اللي هي بداية في الجد في المذاكرة، اللي هو بداية الحفظ والمعمعة بشكل عام. فالآن راح نذاكر 45 دقيقة وارجع لكم بعد ربع ساعة اللي هي الراحة، يعني بعد 45 دقيقة راح ارجع لكم في وقت الربع ساعة اللي هي الراحة نفسها. شوفوا يا جماعة الخير، سبحان الله، أنا يعني قلت لكم اللي بذاكر 45 دقيقة وبحط بعد ربع ساعة راحة. تخيلوا أنا خلصت 45 دقيقة، أوكي كنت حاطط بحاسبها خلصت 45 دقيقة، لكن سبحان الله ربع ساعة اللي أخذتها راحة هذه ما أخذتها ربع ساعة، أخذتها نص ساعة وأكثر من نص ساعة. فسبحان الله، شوف هذا اللي ما مشى في الجدول تو دو ليست، عشان هذه المرة ما حطيت تو دو ليست. سبحان الله، هذه المرة ما حطيت تو دو ليست، ما مشيت على نظام نهائيا، يعني يا الله مهم جدا. خلاص الحين بحط درست، وان شاء الله احاول اني اواظب ال 45 دقيقه هذه مع الربع ساعه. احس ان ربع ساعه كثير شوي، بس نجرب. لازم ادوق قهوه، لازم احب اسوي كذا نسكافيه او قهوه وانا ذاكر، اذا ما سويتها كاني ما ذاكر. اوكي الان نقدر نقول لكم دقيقه نقدر نقول لكم الان نقدر نذاكر بالطريقه اللي انا قلت لكم عليها. هذه ساعه بالضبط، الان راح نذاكر من هذه الساعه 45 دقيقه وربع ساعة راح تكون الراحة، تمام؟ راح نذاكر من هذه الساعة 45 دقيقة وربع ساعة راح تكون راحة. معك القهوة، معك الدراسة، وابدأ بسم الله، يعني خلي الشغف عندك كذا. المهم بسم الله. اوكي يا جماعه الخير، طبعا راحت الان ال 45 دقيقه خلصناها، خلينا نوقف، يعني تبقى خلصناها، تمام خلينا نوقف. الان 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 خلصنا 45 دقيقه، وهذه ربع ساعه راح ندخل عليها للاستراحه. طبعا ربع ساعه هذه ما حنعمل فيها الا يعني اشياء بسيطه، نروح نتمرن ضغط شيء زي كذا. نعم يا شباب ويا بنات، راح نقوم نسوي تمرينات، لان التمرينات تقلل من الضغط. صح لازم نسوي تمرينات، ترى كل اللي نسويه الان يعني انت سويه، حاول انك تسويه بصراحه يا شباب. بين هذه الفتره زي ما قلت لكم حاول انك تسوي تمرينات او تقوم تسوي شيء. لا تدخلوا انستغرام، لا تدخلوا تلعبون جيم ببجي فري فاير فار لايت اللي طالع جديد هذه، لا تقوموا تسوون هذه الاشياء. قوموا سووا تمرينات، قوموا سلموا على العيله، قوموا سووا اي شيء سووه، لكن لا تلعبون. هذا فيديو يوميات، يعني هذا اللي يصير لي كل يوم، انا ما حقص شيء ما اسويه، هذا اللي اسويه. ولا تنسوا الصلاه، لا تنسوا الصلاه،
على أول شيء. الله الله، خلص صلاة تمرين ضغط كذا على السريع. تخيلوا يا جماعة هذه مسويها ستنت. طبعا قلت لكم بقوم اسوي تمرين، عدت الحين 5 دقائق كمان، ما باقي لنا 5 دقائق ونرجع. عموما جاني هديه من برا، ما ادري من وين، من العيله كذا وانا قافل جت لي هذه. طيب هذه ايش يا جماعه الخير؟ ما يصير كذا يا جماعه، ما يصير. هو لازم يكون في سناك صراحه ما كنت ذاكر، لكن سكر وانا توني كل شوي عشان نقلل من ضغط الدم نسوي تمارين، تجيب بعد هذه تاكل هذه؟ حتى الدايت ما نعرف نمشي فيه. يلا جيب سناك يا جماعه، انا قلت لكم بس سووا تمرين عشان جيب سناك معكم مكمل 45 دقيقه الثانيه. يلا معليش يا شباب على اللي صار، انا احب دائما اسوي كذا، فلا داعي للتنمر يا صديقي العزيز. طيب يا جماعه الخير، الان الساعه صارت 3، يعني عدى 3 ساعات من وقت تصوير اخر كم لقطه. طبعا الـ3 ساعات اللي عدت هذه للاسف ما كانت تتصور، كنت فكر ان الكاميرا جالسه تتصور، لكن يقول لي ما في مساحه وقفل الفيديو، ما صورت. يعني صراحه انا كنت اصور 50 فيديو في نفس اللقطه، فانا جالس مصور ساعتين قبلها 45، يعني كأنك تذاكر معي كذا، اللي هي مسرع، فيديو مسرع. اكتشف ما كان مصور، ما في مساحة. رحت فضيت كم فيديو ايام زمان كنت مصورهم ورجعت صورت هذا الفيديو. فعدت 3 ساعات على الفاضي الان باليوم. وطبعا المفروض الان، يعني انا احب النادي، اروح النادي قبل الليل، بس اليوم بحاول اروح قبل الليل، فراح اروح النادي الان الساعة 3. ف راح نصلي العصر بعد 10 دقائق، راح أذن العصر، راح نصلي العصر بعد 10 دقائق، وبعدين نروح النادي ساعة بالضبط نتمرن، وبعدها نرجع نكمل يومنا. طبعا هذا أعيد وأكرر، طبعا هذه يوميات الأشياء اللي أسويها في يومي وما أخبي عنكم شيء. Let's go. طبعا النادي مهم جدا يا جماعة الخير، فإذا أنت ما تقدر أنك تروح نادي لا داعي للقلق، تقدر أنك تمشي في يومك، تنزل تمشي كذا شوي، المهم أنك لازم تسوي أي رياضة. اوكي يا جماعه الخير، طبعا توني طالع من النادي الحين وبرجع البيت. ان شاء الله باذن الله راح نسوي وجبتنا الحلوه الخفيفه بعد التمرين، ومن ثم ان شاء الله باذن الله راح ايش نسوي؟ راح نكمل دراسه ونسوي الفعاليات اذا كان في فعاليات في اخر الليل ان شاء الله باذن الله، وثم نختم الفلوق اليوم. Let's go. طبعا بعد النادي يعني احب اسوي كذا كارديو، بس امشي على الممشى كذا ربع ساعه نص ساعه بعد التمرين. المشكله ايش؟ المشكله بعد التمرين ما سويت الكارديو هذا تمام، او اني امشي نص ساعه، فحبيت امشي كذا في الشارع تحت البيت. عمان يا جماعه الخير، كيف حالكم؟ صباح الخير، صباح النور، صباح السرور، صباح كل شيء. لما رجعت بشكل عام امس سبحان الله، ف يعني جاني نوم مو طبيعي، جعت نمت ما قدرت انهي الفلوق، والحين الساعه 9:30 وبحب ان شاء الله انهي الفلوق الان. ايش هذا؟ المهم قبل انهي الفلوق احب اقول شيء مهم جدا. اول شيء لا تنسوا الصلاه على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام، والشيء هو انكم لا تنسوا تتابعوني في انستغرام، راح يكون هنا او هنا ايا كان، تابعوني في انستغرام ترى مهم، وكل فتره انزل اسئله اسالني واحاول ارد عليها ان شاء الله. عموما شكرا لكم، وهنا لازم انهي الفلوق، اصلا من امس المفروض نهيت الفلوق عشان اليوم كامل انتهى، فبنهي اليوم. يعطيكم الف عافيه المشاهده، دمتم في امان الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا راح اكمل اليوم بامس، راح اكمله في نفس اليوم يعني نفسه ان شاء الله باذن الله، فاهم؟ المهم يلا سلام عليكم. زي ما قلت لكم قهوتكم وكل شيء تمام ونكمل دراسه.